لو الحكاية فيها إن فيديو كل اللي بيحصل في ليبيا وبيحصل في ملف سد النهضة وفي ملفات يؤكد على رؤية القادة السياسية وأنها وجهت للشعب المصري رسالة أن ضرورة الاصطفاف الوطني وضرورة أن نكون صفا واحدا تجاه العدو الخارجي الذي يهدد الأمن القومي المصري. إحنا بدورنا كنواب دايما بنقول إن الشعب المصري شعب واعي، إن أبنائنا لهم ثمن غالي جدا عندنا، إن إحنا هنكافح لبناء هذا الوطن واللي يكون فيه فرص عمل حقيقية لي كل الظروف، حتى جاء هذه الجائحة اللي هي بتهدد العالم كله، النمو الاقتصادي، النمو مضطرد في تقدم مستمر، ولكن جاءت الجائحة لتوقف في العالم وتوقف الاقتصاد كله، ومع ذلك احنا الدولة من الدول الوحيدة على العالم اللي حققت نمو. انا عارف ان الناس بتعاني، عارف ان في مشاكل اقتصادية كثيرة، ولكن احنا بنحارب وبنجاهد لوجود الدوله المصريه من المخاطر اللي محفوفه فعلا بالوطن خارجيا وداخليا.